شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفها رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي قدام هي قدام حضرة القاضي جبت دليل بيثبت براءة جندال. أنا بعرف يلي عملته كان غلط كبير كتير وما كان لازم فوت هيك لجوا المحكمة بهالطريقة هاي، بس ما كان عندي خيار تاني لأكشف الحقيقة وبراءة جندال وجاهزة لأي عقوبة. بس عطي ديفيا 5 دقايق من وقتك. جدان اسمعيني، أنت تأخرت شوي عن الجلسة. المحكمة أصدرت قرارها والجلسة انتهت، والقرار صدر وغير قابل للطعن. سيدي انت لازم تعطيني فرصة، بعرف انه تأخرت بس مو معقول انك تحكم على انسان بريء، ولهيك بطلب منك انك تسمع للشهادة يلي جبتها. هي معها كل الادلة اللي بتثبت انه كل يلي انحكى ضد السيد اكشات جندال كان كذب ومانو صحيح ابدا ولازم تطعنوا فيه. اعطيها للشهادة فرصة مشان تحكي، لانه اذا حكت رح تنقذوا انسان بريء. انا بترجاك. العدالة بترفض أنه تعاقب أي إنسان بريء، ولهيك أنا رح أعطيك هاي الفرصة وخلي الشاهدة تحكي. رح نسمع كل شي رح تقوله ونقرر بعدين حسب الأدلة اللي معها. أنا بوعد المحكمة إني أقول الحقيقة وما أكذب بحرف واحد، ورح أحكي كل اللي بعرفه وبس. حضرة القاضي، أنا اسمي ديفيا، هلأ بشتغل بفن الدوبلاج، يعني بحط صوتي على أصوات الممثلين بالأفلام، وأنا بحاجة مصاري كتير، لهيك اضطريت قلد صوت أنترا وسجله على شريط بطلب من السيد راوات. هو يلي خطفني وجبرني أعمل هيك، ولو ما أجت جودان لعندي وأنقذتني ما كنت رح تشوفني هون بالمحكمة. سيد راوات، يا ترى هالحكي صحيح؟ شكراً لك جدان على كل شيء. أنت وصلتي بالوقت المناسب. أنا قاضي وبصدر الحكم بحسب الأدلة اللي عندي وبحسب أقوال الشهود اللي تقدموا للمحكمة كمان. وبصراحة أنا حسيت إنه السيد جندال مستحيل يكون مجرم أو يؤذي حدا، بس المحكمة طبعاً ما بتقدر تصدر قرار إلا بأدلة ثابتة، وكمان بتأخذ كل الأقوال والبراهين المقدمة إلها بعين الاعتبار. بس هلأ بعلن قدامكم كلكم براءة السيد جندال. Yeah.
هدوء هدوء لو سمحتوا. تصدر المحكمة الآن أمر بالتحقيق بالقضية واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية ضد السيد فيكرام روات وإيقافه عن العمل فوراً لاتهامه المزيف للسيد أكشات جندال، وتضليل المحكمة من خلال تقديمه لأدلة كاذبة ومزيفة وغير صحيحة لتضليل العدالة. يا ضابط، خذ من السيد روات هويته فوراً ووقفوا على زمة التحقيق، ورح نأجل الجلسة لو سمحت إذا بتريد. موعد الجلسة القادمة سيتم تحديده لاحقا. طلع براءة. لحظة سيد روات، سيد روات، وطلعت براءته. بظن ما في داعي بنوب انك تتضايق. انت بتعرف اني عملت يلي لازم تعمله كل زوجي لتنقذ زوجها من السجن، ولو كانت انترا مكاني بهذا الموقف كانت عملت نفس اللي عملته وما قصرت، وكانت اكيد رح تساعد اكشات. ما عندي شي ضدك سيد روات ولا بكرهك، بحب عائلتي كتير ومشان هيك انا دافعت عنها. بحياتي ما حقدت على حدا ولا نويت له الشر. فضل بهي الفترة تتركنا وتترك المدينة كلها. انتي شو قصتك؟ ليش تغيرتي؟ كنتي واقفة بصفي من البداية وكنتي عم تدعميني، شو اللي صار؟ احكي. وبعدين شو اللي خلاك تتعاطفي معه بهي الطريقة؟ انا ما عم صدق اللي صار، فكرتك عم تمثلي دور الحماية، بس الظاهر انك صدقتي حالك ومشيتي بالقصة. ما كنت متخيل انك توقفي مع جندال ضدي انا. هلأ المهم ليكي، انتي من زمان كنتي تسمعي مني، ولهيك انا لازم اسمع منك شي مرة. رح بعد عن هاي المدينة، بس ما بوعدك اني ما ارجع لها، لانه هالشي مو بايدي ولا بايدك. قدان انا انكشفت وكل الناس عرفت قصتي، هلا دورك انت. يا ترى شو رح يكون راي السيد اكشات بس يعرف انت شو ساويتي؟ فكري منيح وحاولي تلاقي حل سريع. انت كنتي عم تساعديني من البدايه، من اول يوم تزوجتي فيه. انت بكل صدق كنتي واقفه معي وعم تدوري على دليل يدينه لاكشات، وانت رجعتي على هذا البيت بطلب مني انا، واذا عرف جندال شو رح يكون موقفك؟ ما فكرتي بهالموضوع؟ يلي ساويتي مانو سهل بنوب. اسمع لقلك، يلي عم تقوله ما كتير مهم عندي. قلت لك يلي عندي وخلصت. إذا بتريد تفكر بكلامي حاول تبعد وتعيش بلا مشاكل، ويا ريت تترك أكشات هلأ يعيش بسلام. مرتك عم تترجاني مشان بعد عن البيت واترك المدينة، وبدها ياني ارجع واثق فيك مثل الاول. عم ترتب كل شيء على كيفها، فكرة كل الامور رح تكون سهلة وبسيطة كمان. لا فكرة، لا تروح لمحل، مو محرزة مشان هيك قصة تترك البيت والمدينة كلها. انت مهما كان بتضل اخوها لزوجتي، ما رح خليك تتركنا بهي الطريقة. ما بدي ضل عندك. اختي انترا كانت عيلتي الوحيدة وانت حرمتني منها، وانا هلا ما عندي عيلة، عم تفهم؟ انا ما عندي لا قرايب ولا عيلة. اسمعيني قدان، انا رح امشي من هون. بتمنى السيد جندال يقدم لك اليوم كل الحب والسعادة يلي كان وعد فيها اختي انترا من زمان. Thank you.
لا تتضايق خلص. ما تاخد حكيه جد وتحط بقلبك. هذا الولد مو عارفان شو عم يحكي. سيد رواد كان معه حق. قبل ما السيد جندال يعرف الحقيقة ويسمعها من غيري رح أقول له كل شي اليوم وارتاح من القصة. قدام بنتي انتي برهنتي اليوم انك انتي الحماية لهي العيلة وانك زوجة ابني أكشات وما في بنت غيرك انتي بتستاهل. ستي أنا بصراحة ما عملت غير واجبي، وأصلاً أنا ما كنت لحالي، كان عيني كانوا معي وساعدوني. وهذا أحلى شي فيكي، يعني عطوري بتجمع العيلة مع بعضها بهي الطريقة. كل يلي صار كان بمساعدة الكناين، بس أنا عندي شكوى ضد واحدة من الكناين وهي بتعرف حالها، ولازم نبهها هلأ وأقول مين هي فوراً، لأنه أنا ما بحب الغلط أبداً. ساراسوتي سمعتي؟ إيه؟ بعدك بتظني إنك أنت يلي لازم تديري المطعم لحالك؟ بصراحة أنا بعرف دير المطعم منيح، يعني حاولت ساعدك قدر الإمكان وخليه يضل مفتوح طول الوقت، وهلأ لما رجعت رح يرجع لك لأنه ملكك أنت. ليك ما حدا بيقدر يتحمل مسؤولياته لأنه أنت حدا خبير بهالأمور وما منعرف أكتر منك، وأنا آسفة لأني تماديت بتصرفاتي، بس أنا حبيت ساعدك ووقف جنبك بهاي الفترة. لو سمحت سامحني. عندي كم شغلة لازم أعملهم. لاكشمي تعال. لازم قله لأكشات الحقيقة وبأسرع وقت كمان. استني عندك. انتي كل يوم بتحتفلي بدون سبب، يا ترى شو صار لك اليوم؟ مالك على بعضك؟ في شي مخليكي زعلانة ومضايقك مو هيك؟ احكي قدام شو الموضوع؟ لا دورجا، أنا أموري منيحة كتير وفرحانة لأنه أكشات معنا، بس أنا تعبانة شوي مو أكتر. أنا لازم أقول الحقيقة لأكشات بأسرع وقت، ما بقى فيني أجل الموضوع. أكشات لازم أقول لك شي. أنا كنت عم انتظرك مشان أحكي معي. خليني أحكي بالأول وبعدين. حاجة تحكي قدان. عم أقول لك اسمعيني شوي وبعد ما أخلص أحكي رح أسمعك، ماشي؟ تعي معي. يلا لشوف. بس لهلأ ما فهمت شي. انت قلتي من يومين انك حابة تساوي كيك بالتوت البري مشان اختك. وكنت حابة تتعلمي الطريقة. ايه معقول متذكر بعد كل اللي مرقت فيه؟ نحن ما رح نقدر نردلك المعروف يلي ساويتي، بس ممكن حقلك هالأمنية انك تعملي الكيك بطريقة احترافية. ما بعرف بأي طريقة رح اشكرك، حتى لو كل العالم قالوا إنك ما بتعرفي تساوي شي ما بيهمني، أنا رح ساعدك ورح قلك إنه أنت بتعرفي تعملي كل شي ورح يزبط معك الكيك. أنا واثق إنك قدراني تزبطي كل شي بدك إياه. أنا عن جد بوثق فيكي وفخور فيكي. أنا مو مصدقة حالي إني عم بسمع هالحكي منك. طبعاً بدي أتعلم أعمل الكيك باحتراف، بس بدي اقول لك شغله مهمه ولازم تسمعني شوي. لازم تركزي منيح بالطبخ مشان تنجحي، خلي تركيزك هون وبس واتركي الامور الثانيه هلا. ايه بس رح نعمل اطيب كيك بالعالم وبعد ما نخلص بنحكي، موافقه؟ اسمعني وبعدين رح نساوي شو ما بدك، بالاول خليني احكي. الظاهر ما في فايده، انت مصره تحكي مو هيك؟ عم اسمع لك. انا بصراحه يا سلام، ايه شو هاد كله؟ يعني الزوجين عم يعملوا كيك مع بعض، بصراحة هالشي فرحني. جدان حابة تتعلم اليوم كيف تعمل قالب كيك مشان أختها، وأنا عم ساعدها مو أكتر. جدان شبك بنتي؟ وين طوق الزواج تبعك؟ ليش مانك لابستي؟ طوق؟ بصراحة كنت رايحة ألبسه قبل ما أجي لهون. أنا فعلاً آسفة. كنت عيلة جندال المحترمة، العالم شو بدها تقول لما تعرف إنك مانك لابسة طوق الزواج تبعي؟
يلا اطلعي البسي. أنا ما لازم ضيع وقت أكتر من هيك، رح ألبس طوق الزواج بالأول وبعدين رح أقله الحقيقة. شو بدك مني هلأ؟ أنا مستعجلة ومو فاضية أحكي. عن جد؟ إيه بشو مشغولة كل هلأ تقولي؟ اتصلت فيكي شي 10 مرات وما رجعت اتصلتي فيي، ليش؟ لأني كنت بالمطبخ، أكشات عم يعلمني أعمل كيك بشكل احترافي، لهيك ما قدرت رد عليكي. يا سلام يا أختي، أنت وأكشات بالمطبخ مع بعض. أختي؟ ما كنت تقولي عن أكشات عصبي وممل شوي؟ شو صار هلأ؟ ما عم بفهم عليك، الظاهر أمورك ماشية منيح، يعني صار فيني اطمن. اللي بيحب حدا بيعمل المستحيل كرماله، مو هيك؟ أختي أنا واثقة إنك رح تكوني مرتاحة. ممكن تسكري لأني مو فاضية؟ أنا عندي مليون شغلة هلأ وبس خلص بقلك شو صاير معي. رح أقول لأكشات الحقيقة قبل ما ينشغل بأي شيء. إيجي أنا أسفة إني تأخرت، بس الطوق ما عم يتسكر معي. أكشات ليش هيك عملت؟ انتي ما بتستاهلي تلبسي طوق الزواج يا جدان. أنا وقفي تمثيل وحكي بلا طعمه. وحدة مثلك ما بيحق إلا تلبس طوق الزواج. ما عم بفهم شو صار، فهموني. تعي ستي، ابنك قطع لي طوق الزواج ورمى. تعرفي ليش هيك عمل؟ لو سمحت اسألي، بلكي بيحكي وبيقول ليش هيك عمل. بكفي جودان، بكفي بقى وقفي هالتمثيلية. يعني انتي شو كنتي مفكرة؟ انه فيكي تخدعي العائلة كل الوقت وما حدا يعرف فيها الحكي غيرك انتي يا ذكية؟ بس انا شو عملت؟ يعني ما بتعرفي انك خدعتي زوجك اللي كان واثق فيكي طول الوقت؟ مستحيل صدقي اللي سويتي بزوجك وفينا. يعني معقول تغدري بالكل؟ زعلاني على طوق الزواج لانه انقطع، مو هيك؟ أصلاً هذا الطوق ما رح يكون لوحدة مثلك أنتي. بصراحة مالك زوجة منيحة ولا عندك مسؤولية وما بتخافي على حدا ولا حتى على زوجك اللي جابك لعنا وخلاكي بهالبيت. أنتي ما حاولتي تكوني حماية منيحة، كنتي طول الوقت عم تكذبي علينا وعلى زوجك كمان. لا مو صح. أكشات، سمعت شو قالت؟ إيه، أنتي طول الوقت كنتي عم تكذبي علينا، هي هي الحقيقة. انتي كنتي عم تخدعينا وعم تتعاوني مع روات بدون ما حدا يعرف. لا، كنتي بتعرفي انه روات رح يعمل كل هالقصة بإيجي وانتي سكتتي وضليتي بهذا البيت بعد الزواج بناء على طلبه منشان تخدعينا وتخلينا نحترمك وتجمعي أدلة ضد زوجك منشان تفوتي على السجن. كنتي بدك تساعديه لحتى تلاقوا الشريط تبع أنترا. جودان لو سمحتي قولي الحقيقة فوراً،
لأني سمعتك وأنت عم تحكي مع روات، ولو شو ما بررتي بصراحة أنا ما رح صدق بنوب. أنا منيح أمي. أنت شو قصتك ليش تغيرتي؟ كنتي واقفة بصفي من البداية وأنت كنتي عم تدعميني، شو اللي صار؟ احكي يلا. وبعدين شو اللي خلاكي تتعاطفي معه بهي الطريقة؟ لو سمحت اسمعني شوي، أنا اليوم كنت بدي أقول لك يلي قالته دورجا صحيح ولا لا اعترفي. يلا احكي. لو سمحت اسمعني شوي. جاوبي على سؤالي بالأول وقولي إيه أو لا. يلا احكي. شو صار؟ عم اسمع. احكي. إذا بتريد بس احكي. اسمعني. خلصينا. إيه صح أنا خلص. أنا ما بدي أسمع أي شيء تاني، ولا بدي أقول لك شيء، ولا رح حاسبك. لو سمحت اسمعني، خليني أحكي اللي عندي. أنا كنت بدي أقول الحقيقة بس أنت ما خليتني. بكفي. يلا قولي شو حابة تحكي وتكذبي، ممكن نعرف؟ يمكن رح تحاولي تبرئي حالك وتقولي إنك كنتي رح تعترفي بكل شي، بس اعترافك ما رح يغير من حقيقة إنه كنتي عم بتساعدي روات. وهلأ بما إنه الكل صار بيعرف الحقيقة، بدك تعترفي بكل شي عملتي قبل وبدون ما تلفي وتدوري. وأنا قلت لك 100 مرة إنك تحكي لي الحقيقة، كل مرة أجي وقل لك شوفي وإنتي كنتي على طول تروحي وما تحكي، وكل محاولاتي فشلت وما جاوبتي. اجي راح السجن والمطعم كان رح يتسكر وانتي ما حكيتي شي. سمعتنا صارت على كل لسان وانتي ما نطقتي ولا بحرف، وهذا دليل على انه ما بتطيقي ولا واحد فينا، انا متأكدة. كنتي مفكرة انه رح نسامحك لانك جبتي ديفيا تشهد بالمحكمة؟ بحب طمنك، مستحيل نسامح. لك ستي، أنت الوحيدة اللي رح تسمعيني وتصدقيني. شوفي قدام، بالأول كان ممكن صدقك وإدعمك، بس هلأ وبعد يلي صار مستحيل، ما رح أوثق فيكي أبداً حتى لو حكيتي الصدق. ما كنت متوقعة أبداً إنه يطلع هالشي منك. انتي عملتي هيك بحالك، ولو شو ما صار مستحيل انهم يرجعوا يسامحوكي ولا يوقفوا معك. ليش هيك عملتي جدان؟ ليش؟ أنا شو عملت معك؟ وثقت فيكي وأمنت لك؟ ليش هيك سويتي جدان؟ بعرف كتير منيح إنه أنت زعلان مني ومو طايقني، وأنت معك حق إنه تزعل وتتضايق مني، بس لو سمحت اسمعني شو رح أنا قلت. مستحيل أسمع ولا كلمة، لأنه مالي واثق باللي عم تقوليه قدام. أنا من زمان كنت بحترمك وواثق فيكي، هاي العيلة وقفت معك وقدمت لك كل يلي بدك إياه بدون مقابل، وما في عيلة بتقدم لكنتها هذا الشيء. كانوا دائما واقفين معك وعم يدعموكي بكل اللي بدك إياه بهذا البيت.
سامحوك على كل أغلاطك اللي سويتيها وساعدوك لتصيري ناجحة. كان الكل يقول إنه أنت وحدة تافهة وفاشلة وما بتعرفي تسوي شي بهي الحياة. أنا الوحيد يلي وثقت فيكي ودعمتك، صح؟ دائماً بقلك حاولي تعتمدي على حالك ولا تخلي حدا يساعدك، بس أنت خزلتيني على فكرة وخنتي ثقتي فيكي. أنا كنت موجوع وأنت زدتي وجعي. يمكن كنا هلأ رح نوصل لحل ولهالخطأ هاد ونفهم بعض بأي طريقة، بس اليوم أنت خربتي كل شي وبكل سهولة جداً. أنا تعودت أحكي لك كل التفاصيل عن حياتي وبدون ما أخبي عنك شي، وانت عم تدوري على أدلة لإدانتي. إذا كنت عم تساعدي في كرام طول الوقت، شو جابك على المحكمة؟ كان الوضع منيح وكنت دافن أحزاني ووجعي بقلبي، وأنا وثقت فيكي وشاركتك كل شي كان حلو بحياتي. وليكني هلأ عم تعاقب على طيبة قلبي وثقتي اللي حطيتها فيكي. شو ما عملتي مستحيل تخليني اليوم غير نظرتي فيكي، عم تفهمي؟ هذا الشي اللي سويتيه كتير كبير ومستحيل سامحك. رجاك عطيني من وقتك شوي ورح أقبل بأي عقاب بتقرره. إذا بدك بترك هالبيت بس اسمعني وحاول تفهمني رجاء. أنا كنت اليوم ما بدي أسمعك ولا بدي خليك تضحك علي وعلى أهلي مرة تانية. تركيني وروحي من هون، روحي من هون يلا. بس أنا خلصنا، بكفي. ما بقدر قلك قديش أنا متضايق عليكي وأنا عم شوفك بهذا الموقف البشع. هذا ما نوع عدل بنوب جدان. جندال قطع لك الطوق، ولا يهمك أنت، لا تزعلي أبداً، فيك تلاقي مليون حل، صح؟ حاولي هلأ أنك تلمي الخرزات وترجعي تجمعيهم بالخيط بطريقة كتير مرتبة ومثل ما كان من قبل. بدي قلك شي مهم، أنه أي شي بهالحياة إذا انتزع مستحيل إنه يتصلح، ومهما حاولتي ما رح ترجعي الطوق مثل الأول، ولهيك لا تعذبي حالك كتير، فهمتي علي؟ ليكي أنا زعلان كتير ومن كل قلبي على زوجك أكشات. زلمة مسكين كتير لأنه بحياته ما توقع تكوني هيك، كان كل حياته محترم وجدي وما بيحب يأذي حدا، بس أجيتي أنت وغيرتي. يعني أنت دمرتي كل شي هون بلمح البصر، أنت بإيدك بعدتي على السجن، بس ما فينا نغير اللي صار هلأ. لازم نحاول نتأقلم مع اللي صار معك، مو هيك؟ بس بدي أسألك شغلة ويا ريت تجاوبيني عليها. إذا سألوكي العالم هلأ ليش طردك زوجك من البيت وتركك، شو رح تقولي بهي الحالة؟ شو رح يكون جوابك؟ معقول ما فكرتي بهالموضوع؟ ولا ما بدك تجاوبي حدا؟ أنا بعرف إنه أنت مانك قدرانة تحكي مع حدا بعد اللي صار. بتعرف إذا بتحكي كلمة واحدة مع أختي شو ممكن يصير؟ أنا رح وقف بوشك لآخر يوم بحياتي. بدنا
اثنيناتكم رح تدفعوا الثمن انا بوعدك. وبكره رح نذكر بعض. شكرا يا اختي. مخنوقة وما عم بفهم شو عم يصير. كنت مفكرة حالي شاطرة بس طلعت غلطانة كتير. كنت ناوية صلح حياتي وأعمل شغلات صح، وكنت مفكرة أني نجحت بهالموضوع، بس الأمور ما أنا بهالسهولة. أنا خايفة عليكي جدًا. تتذكري بابا من زمان شو كان يقول؟ ما في شي بيبقى على حاله مهما طال الزمن، وكل دقيقة وراها فرج. عن جد بابا كان معه حق. يعني أنتي مستحيل تتركيني لحالي؟ رح تضلي معي بكل شي؟ جدان أنتي شو عم تحكي؟ أنا مستحيل أتركك حتى لو كل الناس تخلت عنك. بترجعك تروقي وما تخافي من شي، ماشي؟ ماشي. هاد موعد الدواء تبعك لازم تاخذيه. تفضلي. وين الكل؟ ما في حدا بهالبيت؟ شو يعني ما في غيرك؟ تعوا اعطوني الدواء وخلوها تطلع من البيت. أنا هون كرمالك. أنت زعلانة وأخذة موقف مني، بس شو دخل الدواء؟ يلا لازم تاخذيه. تفضلي تيتي، هذا دواكي. ستي اسمعيني، يعني ما بدك تحكي معي ولا تطلعي بوشي؟ لو سمحتي اعطيني فرصة لأشرح لك شو صار. ليكي أنا الشخص الوحيد هون يلي عطاكي فرص وخلاكي تتصرفي براحتك، وليكي شو عملتي فيني؟ خيبتي ظني وخبيتي عني الحقيقة، وأنا يلي كنت عطول سامحك ووقف معك، وكنت جنبك وواقفة معك بكل شي كمان، ومع هيك انتي ما عملتي قيمة لابني. لو كل العالم نسيت يلي صار، أنا الوحيدة يلي مستحيل انسى هالقصة، ولا بحياتي رح سامحك، فهمتي؟ قال انسى قال. ستي يعني معقول تحكي معي بهالطريقة؟ انتي كنتي تحاكيني عطول باحترام وما كنتي تكرهيني. حسيت حالي عن جد قريبة منكن، حتى لو كنتي زعلانة ما رح اتضايق، انتي مثل امي. بس ما تحكي معي وكأني وحدة غريبة عنك. شو نسيتي انتي شو عملتي مع هي العيلة؟ انتي ابدا ما احترمتينا. كل العالم كرهتني فيكي، بس انا ما رديت على حدا، وهلا انا تأكدت منيح انه الكل كان صح، وانا كنت غلطانة كتير، ولهيك أنا ما بدي أشوف وشك هون. وإذا بتريدي أنتي لا بقى تحكي معي أبداً. لو سمحتي اسمعي. بكفي. أنت المسؤولة عن اللي صار، بس أنا حابة أقلك إنه اللي عملتيه كان غلط كبير. العيلة كان لازم تعرف حقيقة تصرفاتك بعد 6 شهور من قعدتك بهالبيت هاد، وأنتي كنتي عم تقولي إنك رح تساعدينا وإنه رح تصيري الحماية هون ورح تعملي كل واجباتك ومسؤولياتك اللي مطلوبة منك ببساطة، بس هلأ مالك مضطرة إنك تساوي شي.
فيني أعطيكي نصيحة مهمة كتير. انسي كل اللي صار معك وبلشي حياتك هلأ من أول وجديد، رح تكون سعيدة، لأنه ما بقى في محل بيناتنا إليك ولأخطائك اللي عملتيها ولا أخطاء جديدة. دورك اسمعيني، ولا واحد بهالبيت حابب يسمعني، ما رح ايأس أبداً ورح خلي الكل يسمعني. بعرف إنك بتحبي أختك وهالشي ما رح يستمر أبداً، رح تشوفي شو رح ساوي فيكي. بوعدك إنه اليوم وقبل ما تغيب الشمس كمان أنا رح خرب حياتكن، ورح بعدك عن أختك وخليكي تكرهيها وما تطيقي تسمعي صوتها ولا أي شي عنها ولا عن حدا بيعرفها. صدقيني يا ريفتي، بس استني. 201 201 201، رح وصل الكيك لعندها. ألو؟ وينك أنتي؟ أنا بأوتيل راج بالاس، بدي وصل الكيك، بس خلص بحكي معك. ماشي. أنت؟ إيه ريفتي، أنا الشخص اللي طلبت الكيك. أنت بتعرف منيح إنه ما بدي أشوفك ولا بدي أعرف شي عنك ولا عن أخبارك، ومع هيك طلبت الكيك باسم مستعار كمان. أنت شو بدك مني أحكي؟ اسمع، بنصحك إنه تحل عني. ريفتي اسمعيني، أنا آسف لأني عذبتك. هاتي أعطيني الكيك. قولي لي هلأ ريفتي، لو استخدمت اسمي كنتي رح تجي ورح تتعذبي بتوصيله؟ جاوبيني. على كل حال ريفتي، ما بدي تستني هون ولا دقيقة. لكي ريفتي، أنا غلطت كتير معك وغلطت كمان مع أختك جدان، يا ريت تسامحيني على كل اللي بدر مني. أنا كل اللي طالبه منك إنه تسامحيني وبس. أنا بعرف إنه صعب تصدقيني وتوثقي فيني، مشان هيك طلبت تجي على هذا الأوتيل وتوصلي الكيك وباسم مستعار. بدي تشوفي إني فعلاً تغيرت وصرت هلأ إنسان تاني، وبدي منك تسامحيني. لحظة واحدة، ليكي الغرفة، أنا عملت ديكور للغرفة بس كرمال سيدي تكون مرتاحة معي هون. مرحبا أستاذ. واو، هذا يلي أنا كنت طالبه تماما، شكرا. بقدر أقول شيء إذا ما عندك مانع؟ إيه أكيد. أنا بحياتي ما شفت حدا مثلك بيهتم بمرته، بتمنى لكم السعادة وكل شيء حلو بهي الحياة. شكرا. شبكي ريفتي، يعني مبين كأنك مو مصدقتيني. مو مشكلة، استني أنا رح جيب لك المصاري مشان حق الكيك اللي جبتيه، وفيكي تروحي. لحظة شوي. أنت اجيتي لهون بكامل إرادتك وعم تستني، بس ما رح تروحي من هون غير بإرادتي وبس أنا أسمع لك. شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير، بس تقرر تعمل شي كل شي على كيفها بيمشي. كل ما تدوب الفضة والدهب وبتغلب بقوة اللي عمره ما انغلم، بنت اللي أحلامها كلها طاقة وجنون. بدك تعرف هالبنت مين بتكون؟ بتطلع بتلاقي المتاعب من حالها.
حواليها بقت عطر وتفوح كل ما تلوح بإيديها كون منيح معها بتلاقي عطرة من يفوح ولما تزعل يا روح